ايه سبب في انخفاض تحويلات المصريين بالخارج الفترة اللي فاتت؟ طبعا تحويلات المصريين بتعتبر العنصر الاكثر تأثيرا بالنسبة لتدفقات النقد الاجنبي في مصر، وبتمثل عنصر رئيسي في الاقتصاد المصري، لكن الفترة اللي فاتت انخفضت تحويلات المصريين بالخارج، وبحسب بيان البنك المركزي فميزان المدفوعات الصادر اخيرا وصلت فيه تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الاول من العام المالي 2022-2023 ل 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. السبب في التراجع ده هو ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسوق الموازية ونشاط تجارة العملة في سوق الموازية، وده تسبب في إحجام كتير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية. اعتمدوا بشكل كبير على تجار العملة اللي قدروا يكونوا شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي. وفي تصريح صحفي أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبدو أن تراجع عمليات التحويل كان جزء منها بسبب انعدام الرقابة على سوق الموازية، لأن بغيابه ساعد على تصاعد عمليات المضاربة على الدولار وانخفاض سعر صرف الجنيه بطريقة غير منطقية. كمان من الأسباب الرئيسية هو ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، وده أدى لانخفاض قيمة الجنيه، وده وفقا لتصريح صادر من المحلل الاقتصادي وائل النحاس.